سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي أعزتي متتبعي ومتتبعات قناة تيلي ماروك في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم جلسة رياضية. جلسة رياضية وكما عودناكم مساحة زمنية للحوار والنقاش والسجال والتداول في مجموعة من المواضيع التي تشغل بالنا نحن معشر الرياضيين. كالعادة ثلاث محاور وضيفان. في المحور الأول سنتوقف عند الغزالة سوس حسنية أكادير من خلال السؤال الجوهري: هل تعاني الحسنية من غبن إعلامي؟ في المحطة الثانية سنتوقف عند الجمع العام للوداد، ساعة واحدة تكفي لفض الجمع والمصادقة. ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة للجدل، هذه المرة تتعلق بلاعب الوداد جبران. لمناقشة هذه المواضيع يحضر معي في بلاتو تيلي ماروك ضيفان لهما إلمام لهما صلة بهذه الفقرات. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سعيدة العلوي، صحفية والمهتمة أكثر بشأن الحسنية أكادير. مساء الخير زميل حسن، مساء الخير مشاهدي تيلي ماروك. توفيق صناجي، مرحبا بك المحلل الرياضي، مرحبا بك معنا مرة أخرى في بلاطة تيلي ماروك. مرحبا سي حسن ومرحبا بجميع متابعي برنامج جلسة رياضية على تيلي ماروك. البداية بالحسنية، الحسنية في النهاية في نهاية كأس العرش، لكن السؤال المطروح: هل تعاني الحسنية من غبن إعلامي؟ سعيدة، من خلال التصفح مجموعة من المواقع دائما هذا السؤال يطرح بصيغة أو بأخرى بأن الحسنية لا تعامل معاملة الرجاء والوداد والجيش، بأن الحسنية تعاني من غبن إعلامي، بأن الأضواء مسلطة على فرق ديال الدار البيضاء، بأن الإنجازات الحسنية يتم تبخيسها. شنو رأيك في هذه الكلمات؟ وهو بالفعل كاين هناك عتاب من طرف جماهير فريق حسنية أكادير، ماشي فقط اليوم ولا في السنة الماضية ولكن طيلة السنوات الماضية. وصل إلى حد بعض المساجات في رفع بعض الرسائل في المدرجات من طرف الجماهير، نظرا لأن هذاك الزخم الإعلامي ما كانش كيتعطى لفريق حسنية أكادير بالشكل الذي يستحقه، ليس فقط حسنية أكادير بل تقريبا مجموعة من الأندية اللي كاينة في الظل أو اللي ما كايناش في المركز، لأننا دائما لازلنا إلى غاية اليوم نعاني من المركزية. حينما تكون في المركز اللي هو الرباط الدار البيضاء يتم تسليط الضوء بشكل كبير على الأندية وفي شتى المجالات ماشي فقط كرة القدم. هو أن الأندية المنابر الإعلامية متمركزة متواجدة ومتمركزة بكثرة على مستوى الرباط الدار البيضاء، لكن الأندية الأخرى لم تأخذ حقها في الإعلام في المغرب. لكن في السنوات الماضية يعني القليلة الماضية مع تواجد إعلام جهوي أو إعلام محلي مع الجهوية المتوسعة اللي واكبها الجميع واكبها حتى الإعلام، بدأت مؤخرا حسنية أكادير تأخذ مكانها وكذلك تأخذ حقها الحقيقي. كذلك الظهور قوي لفريق حسنية أكادير في المواسم الثلاثة الماضية على مستوى البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، على مستوى منافسات الكاف، فرض من منابر أخرى ما كانتش كتناول الأخبار ديالها أنها تناول هذه الأخبار. علاش؟ لأن النتائج كانت حاضرة. فريق حسنية أكادير كان ينافس على البطولة في السنوات الماضية، يحقق دائما المراكز الثلاثة الأولى. يوم أو في السنة الماضية تأهل إلى ربع نهائي كأس الكاف وظهر بشكل كبير وظلم يوم مباراة الزمالك بمصر، وبالتالي أصبح من المفروض على وسائل الإعلام. أنا لا أعمم، كاين وسائل إعلام اللي كتعطي حقها لفريق حسنية أكادير. النزيلة ديال الزمالك وسائل الإعلام كلها تعاطفت وكلها أكدت على أن التأهل إلى نصف النهائي سرق من فريق حسنية أكادير. واخا طيب، غادي نمشي عند توفيق. توفيق، هل تشاطر أصحاب هذا الرأي بأن الحسنية تعاني من غبن، تعاني من حيف، تعاني من قلة ضوء؟ وهذا العتاب ديال مجموعه من الانديه كيف ما قالت السعيده، يعني الا سولتي الناس ديال الرباط الجيش الملكي او سولتي الناس ديال بتاتخ بركان، ايضا هضرت بركان نفس تقريبا المسافه الجغرافيه، تنظن هي شاطرات نفس الراي. الواقع تفرض انه يجب تغيير الامور، يجب الاهتمام اكثر خصوصا بالانديه التي تدرك نتائج ايجابيه على الصعيد القاري، تشرف الكره المغربيه وترفع العلم المغربي. كل المغاربة يتمنون يعني وصول الفرق المغربية إلى النهائيات، إلى المباريات النهائية، لما لا تتويج بالألقاب. فريق حسنية أكادير تعاطف مع الجمهور
المغربي وايضا الجمهور يعني خارج ارض الوطن بشكل كبير الموسم الماضي، خصوصا يعني في المباراه ديال الزمالك المصري اللي الكل تابعها وتابعنا على القنوات ايضا الخارجيه. ف الفريق الان يعني نسي ذلك الموقف واتمم المسار، وهذا شيء ايجابي بشكل القضيه بدات. اسمح لي، القضيه بدات دي سنوات مع قناه الثانيه لك تذكري، كان واحد نقدروا نسميه واحد العتاب قوي لوم القناه فقط لانها ما نقلت واحد المباراه ديال الحسنيه. القناه عبرت على الاكراهات اللي واجهتها باش ما نقلات، كانت مع مجموعه من القنوات احيانا كتكون حتى بعض النقاشات الحواريه اللي كتكون كتهم انديه اخرى ولا تلامس الحسنيه كنقراو وكنسمعوا بان كاين حتى التعليق احيانا على المباريات يظهر بجليه ان بعض المعلقين تيكونوا متحاملين شيئا ما على فريق حسنيه اكادير حينما تواجه انديه معينه، يعني ماشي جميع الانديه، كيبان واحد النوع من، مع انه كل صحفي منا عنده انتماء. هذا مسألة، أنت إذا ما كانش عندك انتماء أنت لست صحفي رياضي، لأنك رياضي من الطبيعي أنه يكون عندك انتماء، لكن هذاك الانتماء كتخليه الوقت الثالث ملي ما كيكونش عندك عمل، كتكون متفرغ كتمشي كتقطع تذكرة ديالك ولا كتمشي للمقهى مع الأصدقاء ديالك وكتعبر على الانتماء ديالك، لكن في العمل الذي تقدمه يجب أن لا يظهر الانتماء في البرامج ديالك أو في المقالات اللي كتكتب. عندنا صفحات ديال فيسبوك شخصية كنعبروا فيها على الانتماء ديالنا، على الفرح ديالنا بالأندية ديالنا، لكن ملي أنت كتعلق على مباراة موجهة للمغاربة جميعا كيشوفوك المغاربة جميعا، خص يكون واحد النوع من التوازن ونوع من الحياد كذلك في العمل الذي تقدمه بشكل عام. راه أولمبيك أسفي حتى هما راه عانوا من هذه المسألة. تقية سعيدة بأنه المشكل أيضا حتى في الأندية ديال الدار البيضاء، هناك صراع يعني بالنسبة يعني الآن الناديين ديال الدار البيضاء هناك صراع في هذه المسألة هذه بالذات. يعني الرجاء الوداد يقول لك المعلق تيبين الانتماء ديالو الفريق الرجاء مثلا، يعني الناس ديال الوداد تيقولوا بان المعلق تيبين الانتماء ديالو للرجاء، وايضا نفس الشيء لما يتعلق امر مباريات حتى نادي اولمبيك اسفي راه احس بغبن كبير، والجماهير احست بظلم كبير، لان الحجم اللي تعطى للديربي هو بالفعل هو ديربي كبير ورقم واحد عربيا وافريقيا، لكن المباراه ديال اولمبيك اسفي والترجي ما خداتش حقها كذلك، وهذا الشيء خلى الناس ديال اسفي انهم منطقيا لا لوجيك نعم منطقيا الى درتيهم في ميزان شنو هو اللي غادي هو راه المقارنه لا تستقيم، لكن الواحد خصو ياخذ حقه في المقالات في الروبورتاجات اللي كيداروا. راه الاثنين معا وصلوا لمرحله متقدمه من منافسات كاس محمد السادس، وبالتالي من حق كل فريق انه ياخذ واحد الحيز معين سواء من الصفحات ديال الجرائد او حتى كذلك من الروبورتاجات اللي كدار بشكل يومي او بشكل اسبوعي على في القنوات المغربيه اوروبا. حتى في اوروبا الا خديتي مباراه ديال البارسا او الريال في الشامبيونز ليغ وخديتي الاتليتيكو لعبه او خديتي فريق اخر لاعب، راه الاضواء تسلط على القطبين. بطبيعه الحال نظرا بزاف ديال المعطيات، معطيات بين ان العدد ديال الجماهير كذلك الاقبال الكبير والمتابعه الكبيره لهذا الديربي والطريقه باش تسوق هذا الديربي مؤخرا على المستوى الاعلامي. على المستوى الاعلامي ماشي فقط على المستوى المحلي، لكن على المستوى ديال يعني الشرق الاوسط كذلك الخليج العربي، خلاها انه يعطيه هاد القيمه هذه. هل تؤمن، اسمحي لي، تؤمن بان الاعلام يعمل بقاعده قريب بعيد عن القلب، يعني بعيد عن القلم، لان غالبا ما كيكون هذا القانون القرب يحكم كتاباتنا، يحكم مقالاتنا، متابعاتنا، انني بلي كنكون انا قريب للرجاء او قريب للوداد كيكون المقالات ديالي او الكتابات ديالي غالبا طاغي فيها هذا الاخضر والاحمر عكس. كاين مراسلين استاذ السي حسن، يعني كاين مراسلين فصل لما تحدث على الصحافه المكتوبه، يمكن المواقع الالكترونيه تلقى صعوبه في تواجد يعني مراسلين. التلفزيونات ايضا التلفزيونات صحيح يعني وجده راه ممكن وجده نقدروا نقولوا حتى هي تعاني. صحيح، ولكن كيف ما قلت يعني غير الاجازات ديال الحسنيه ماشي هي ديال نرجعوا لواحد النقطه قلتها بجوج، يعني هي النقطه ديال تفاصيل الوداد والرجاء، فريقين لا اجماع يمكن عند المغاربه وعند جميع الاعلاميين
مشكله قاطره الكره المغربيه تفاصا الجمال القاعده الجماهيريه كبيره جدا للفريقين. وفي يعني لما تيكون واحد فيهم مثلا في ظرف سيء تتعدد المقالات وتتعدد الاشياء حول رغم الظرف السيء ديالهم، لان الجمهور هناك جمهور متابع لاخبار هذين الفريقين بشكل كبير. ولكن كيف ما قالت سعيده لا يجب نهائيا يعني نسيان الانديه المغربيه ونسيان الرياضه المغربيه بصفه عامه. الانديه المغربيه تدرك انجازات في الوقت اللي تكون فيه بعض الانديه القويه المعروفه لا تبلغ نتائج ايجابيه، فالانديه الاخرى تظهر بشكل كبير. حسنيه اكادير فريق عريق، فريق تاريخي، راه سبق له انه فاز بالالقاب، ايضا كون واحد القاعده جماهيريه كبيره. فاعتقد نعم اشاطر الراي، يعني كان هناك واحد الحيف، ولكن تنظن بانه دركت الامور خلال السنين الاخيره. كذلك ان هذا الاسبوع هو حافل بالنسبه لنادي حسنيه اكادير. الاسبوع الماضي ولا نهايه الاسبوع الماضي، ماشي هادي ولكن من قبل، الفريق تاهل للمره الثانيه على التوالي والمره الثانيه في التاريخ لدور المجموعات من كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. كذلك تاهل لمباراه نصف النهائي على حساب فريق ذكروني في مباراة ديال نصف نهائي على فريق المغرب التطواري، وكذلك يعني تأهل إلى مباراة النهائي للمرة الثالثة على التوالي. وبالتالي هذا أسبوع حافل وتاريخي بالنسبة لفريق حسنية أكادير، منذ 2006 ما تأهلش للمباراة النهائية. أنا كنشوف بلي كاين المادة باش تخدموا، لان الصحفي كيقلب على الماده باش انك تشتغل. واخا الشيء يمكن نضيف واحد النقطه، الشيء اللي يمكن ماشي في الحظ ديال حسنية أكادير بالنسبه للاعلاميه الدار البيضاء هو وجود فريق الطاس، التاهل ديالو تاهل تاريخي. غيزيد ثاني من هذا. راه انا كنت غادي نشير ان انا اتمنى حتى فريق الاتحاد البيضاوي ياخذ حتى هو الحق ديالو، لانه هو ماشي فريق قليل او ماشي فريق صغير. طيب هو جاي من القسم الثاني ولكن بحموله تاريخيه كبيره جدا. طيب سعيده، وصلنا للمحطه الثانيه. المحطه الثانيه اللي غنتكلموا فيها على الجمع العام للوداد، جمع عام كان او مره في ظرف زمني قليل مقارنه مع الجمع العام ديال الرجاء. جمع عام ساعه واحده تكفي للمصادقه. توفيق، الناس كيقارنوا بين الجمع العام ديال الرجاء والجمع العام ديال الوداد حتى في الوقت، يعني الناس الوداديين كيقولوا الجمع ديالنا كان خفيف ظريف، الرجاويين كيقولوا الجمع ديالنا حنا كان طويل، لان عندنا الناس عندنا الخبراء كيعرفوا يناقشوا. كان حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كانت معارك على التوقيت ديال الجمع. من حقهم ساعة واحدة تكفي. واقعيا المواسم الست الاخيره، يعني موسم عفوا الخمس الاخيره، يعني جميع الجموع العامه ديال الوداد كانت تمر في تقريبا نفس العدد ديال التوقيت، يعني ما تفوتش ما تتعداش ساعه المكان او ساعه ونص. بالنسبه للرجاء سيفريكو هذه السنه كان جمع يعني بنقاش طويل مستفيض ودام الساعات، لانه لاول مره من بعد سنوات عجاف، من بعد سنوات ديال المشاكل في الجمعه العامه ديال الرجاء، ما خصناش نساو هذه المساله هذه ايضا. فمزيان سي بيان بوغ الرجاء. بالنسبه للوداد تنظن دائما الوداد في المواسم الخمس الاخيره الجمع العام تطبع عليه الطابع الاحتفالي، لانه تيكون واحد اللقب واحد الانجاز يحتفى به في التقرير الادبي وايضا في التقرير المالي وفي كل شيء، فهذا ما تيغلب على الطابع على الجمع العام ديال الوداد اكثر من شي ظاهره صحيه ولا لا. هي ظاهره غير صحيه، لان صحية. انا في نظري النقاش هو صحي، النقاش كيعطي افكار، كتكون مقترحات، كتكون عند الناس اللي حاضرين في الجمهور العامة قوة اقتراحية، كيكونوا ملاحظات، كيكونوا انتقادات. هذه المسألة كلها هي مسألة إيجابية. أما باش أن الجمع العام يكون كله في نفس الاتجاه والناس اللي كانوا حاضرين في الجمع العام يكونوا غاديين في نفس الاتجاه ويصفقوا، هو فعلا حينما تحضر النتائج تيكون الحدة ديال الجمهور العامة كتكون أقل، لكن ماشي بالضرورة أنه يكون الدباز في الجمع العام، لكن يكون نقاش. أنا سأشبه هذا الجمع العام ديال فريق الوداد بالجمع العام ديال العصبة الاحترافية لكرة القدم اللي كان الأخير. نفس التوقيت، نفس الرئيس وفي نفس الوقت نفس التوقيت اللي أو المدة الزمنية اللي خضاها هذا الجمع العام، ولم يكن لم تكن اي مداخله في هذاك الجمع ديال العصبه الاحترافيه. جمع عام جاء ف
كما كنشوفوا في اللافته جات بين ذكرى ديال المولد النبوي وجاء ذكرى المسيره. ورغم الهزيمه ديال الوداد كانت الاجواء ديالو كيغلب عليها التهاني والتبريك وهذا كان راه الاختلاف الاختلاف رحمه، راه ماشي بالضروري انهم يطالبوا باقاله الرئيس او لا يطالبوا بشي حاجه اللي هي غتاثر على المسار ديال الوداد. ولكن انا دائما كنقول ان القوه الاقتراحيه خصها تكون عند الانديه المغربيه. خصك كيف ما كان الحال كان هذا الجمع مقارنه مع بعض الجموع الاخرى اللي داس ديال الوداد خلال السنوات الاخيره، على الاقل كان واحد ثلاثه الاسئله او اربعه الاسئله في محاور مهمه تهم ابرزها ديال فرق الامل، فرق الصغرى، السومه ديال سميتو ديال الانخراط، كان تكلموا على وين الناس مركب وين الناس يعني كانوا اسئله. ما شفناش ما سمعناش واحد تيجي تيقول لك السي ناصر خصو تمثال ولا هذا بحال هذا الكلام ما سمعناش على الاقل. ولكن كانت مداخلات وكانت اسئله كذلك يعني. الجانب ديال التواصل في فريق الوداد كاين هناك عتاب كبير من طرف الاعلاميين وكذلك من طرف الناس على انه واحد الوقت كانت الصفحات ديال الوداد وكذلك الموقع الالكتروني ديال الوداد يضرب به المثل في التواصل وفي الزخم ديال الاخبار اللي كانت كتجي منه. لكن مؤخرا كاين واحد الفتور من هذا في هذا الجانب. حتى ملي كتبغي مثلا تتصل او تتواصل مع شي واحد من الوداد، شكون كتلقى قدامك؟ شكون كيعطيك الخبر؟ شكون مع من كتواصل؟ هذه مساله جميع حاضره في جميع المواقع الرسميه ديال الانديه. ما يمكنش اننا كصحفيين نعولوا عليها باش ناخذوا الراي. راه داكشي عندنا مصادرنا. هما شنو كيحطوا في المواقع الالكترونيه؟ كيعطيك الرسمي الحصه التدريبيه، اللائحه ديال اللاعبين، شي ولا شي حاجه. الا شفتي الموقع الرسمي ديال الرجاء كيفاش كيتكلم على الاقاله ديال 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 كارتيرا بصيغه ديال السلم والامان، واننا هنأناه وهنأناه وباركنا ليه وبارك لينا، وكانهم ماشي انفصلوا، انهم يلا غيتعاقبوا. اذا لا يمكن اي حال من الاحوال اننا نعولوا على المواقع الرسميه. اكثر من ذلك انه بعض الصفحات الان، الصفحات الرسميه ديال بعض الانديه الوطنيه اصبحت يعني واحد الشيء اللي هو دخيل الان على المفهوم ديالنا حنايا، يعني اصبحت تزوج ببعض المواضيع اللي هي ما عندها حتى علاقه، اللي تخلق الفتنه مع الانديه الاخرى. وبعض الصفحات تخصصت في الرد على الصحفيين، لكن بعض الصفحات اللي تخصصت في الرد على الصحفيين، اي صحفي كيكتب ضدها. هذا دابا على المواقع الرسميه، الصفحه ديالهم الرسميه في الفيسبوك مثلا. رسميه بيان سور، الصفحه الرسميه اللي لاحظتي. واخا من الامور اللي تم النقاش والتداول حولها على الرغم من هذا القصر ديال المده ديال الجمع العام، اشكاليه الانخراط، يعني السومه ديال الانخراط، هناك من طالب بتخفيضها الى 2500 درهم. وهو من المنطقي، كاين بعض الانديه في المغرب، الا ما قلناش غالبيه الانديه في المغرب، كترفع من هذاك الثمن ديال الانخراط. علاش؟ واش الهدف ديالهم انه يحطوا شرط تعجيزي باش يقللوا من المنخرطين، اولا باش انهم يضبطوا المنخرطين اللي غادي يكونوا معاهم، اللي ما غاديش يخلقوا لهم مشاكل في الجموع العامه، واللي غادي يجيوا فقط يحضروا ويتمنوا على العطاء اللي كيقدموه الرؤساء. هذه مساله تناقش. ولكن السؤال المطروح، الان هو اي موقعين لهذا المنخرط في ظل تحويل او انتقال الشركات. هذا هو السؤال. طيب، وصلنا للمحطة الثالثة والأخيرة في جلسة رياضية. في المحطة الثالثة سنبقى مع الوداد ونبقى مع تدوينة مثيرة للجدل. سي صناجي، الناس كتكلم على جبران، تدوينة كتقول بأن الحكم، يعني الناس كتبوا بأن الحكم راه ما شار حتى شي حاجه على هذاك ذاك لو جيست اللي دار اللاعب جبران. شوف، هو لو جيست صورته الكاميرا، ولكن حتى اللقطه التلفزيونيه ما واضحاش مزيان، ولكن الناس اللي كانوا في الملعب يشيرون بانه جبران ما كانت عنده حتى علاقه بحكم المباراه لما قام بهذاك التصرف. هو تصرف انفعالي. الناس اللي حاضرين يعني الان جمهور ولا جمهور ولا حتى الصحفيين اللي حاضرين، حتى الصحفيين ما عنده حتى علاقه بالحكم نهائيا. وحتى اللاعب خرج ونفى هذا الموضوع، نفى هذا الموضوع، خصوصا لا مع
هادشي اللي كيقال بانه بصق على زميل ديالو، كاين هذا الكلام ولا لا؟ انا شخصيا ما حضرتش، ولكن هي اللاعب راه تيبان بانه بعيد عليه نتيو على اللاعب. ما تقدرش اللاعب لاعب جبران تحدث ونفى جميع المواضيع. الان ما يهم هو تقرير حكم المباراه شنو فيه، واش فيه فعلا انه سلوك، واش توجه للحكم او توجه للاعب، ولا هذا اللي تيبان بانه تقرير الحكم ما شارش لاي موضوع. هذا ماشي دفاعا عن اللاعب، لاعب الله يحسن العون يعني في واحد يعني واحد الوقت يمكن غضب وقع عليه، ولكن بحال هذوك لي جيست خصهم ما يبقاوش في الكره المغربيه، وما خصهاش نبقاو نشوفوهم. يعني انسان خاص اللي توجه ليه يعني بحديث ويتكلم مع مونطال يعني، ويحاول يحثوا على انه هاد المسائل هادو ما خصهمش يبقاو يتشاف. هو التصرف غير مقبول سواء كان تجاه الحكم او تجاه احد الزملاء ديالو في الفريق او تجاه الجمهور او تجاه اي كان، لكن كيف ما قال زميل توفيق الصوره، هو الفيديو ما كانش واضح، يعني الصوره ما كانش واضحه واش هو قام داك التصرف غير هكذاك او لاتجاه شخص ما. اللي غادي يحسم هو التقرير ديال الحكم، حنا مازال ما طلعناش ما عرفناش شنو كاين في كيقول الحكم لم يشير ابدا لاي حركه، وبالتالي الحكم راه عنده السلطه التقديريه، والحكم كان في الملعب وهو كان اقرب واحد للاعب، وبالتالي هو اللي غادي يحكم في هذه المساله هذه. واش فعلا ان كان جبران دار هذاك التصرف بالفعل تجاهه او تجاه اللاعب العملود يجب ان يعاقب. الى قال الحكم باللي راه هذاك التصرف ما كانش، بالتالي غير كيف ما قال زميل توفيق يجب ان يشتغل اللاعبون على هذا الجانب هذا ديال الانضباط والجانب النفسي، خصهم يضبطوا الامور ديالهم ويضبطوا هذا السلوك. هذا يعني غطى على سلوك اخر كان في نفس المباراه ديال بكر الهلالي، ايضا قام بواحد السلوك لارياض تجاه الجمهور. تجاه الجمهور، وان كان الجمهور حتى هو استفزه، ولكن ما خصوش هو يكون في هذاك بركان قامت بخطوه عقبه اللاعب، عقبوا اللاعب بكر الهلالي على هذاك التصرف اللي كان دار. انا اتمنى ان اللجنه شحال مره كيتعاقب بكر الهلالي من طرف النادي ديالو؟ هي ماشي اول مره، ولكن على الاقل خص اللجان اللي كاينه داخل الانديه داخل المكاتب المسيره، هناك لجنه ديال الانضباط يجب ان تعاقب اللاعبين، خصها تدخل وتعاقب. ما نتسناوش دائما الجامعه انها تعاقب. الفتح الرباطي كيقوم بهذه الامور هذه من اجل ضبط اللاعبين داخل الملعب، لانك تمثل الفريق كبير، كتحمل واحد القميص صوره كبير. النادي صوره النادي، خصك تحافظ على هذيك الصوره. وبالتالي نهضه بركان داروا هذه الخطوه، مازال ما تسناوش يعني ما تسناوش الجامعه انها تعاقب اللاعب، عاقبوه داروا غرامه ماليه في حق اللاعب بكر الهلالي. وقفوا المباريات ايضا. طيب هاد الانفلاتات ديال اللاعبين كتحول الى مواضيع، كيدخل طرف اخر للضغط، بحال دابا القضيه ديال جبران دخل الجمهور ديال الرجاء كقوه ضاغطه على الجامعه، ويذكرهم بقضيه حليوات لاعب اولمبيك اسفي سابقا، وكيف تعرض لتوقيف مدى الحياه، ثم تم تقليص هاد العقوبه الى سنه، وكيربطوا بيناتها، وان كانت قرينه البراءه هي الاولى الان. اولا لا علاقه بين الحالتين، حاله حليوات، وحتى لما كان ديك الحاله ديال حليوات كان الاعلام المغربي كامل ضد الحكم اللي صدر، حكم وكانه حكم بالاعدام، اعدام كروي، لانه تم توقيفه طيله الحياه، وكان الكل ندد بهذا القرار هذا، وتم تخفيض ديال هذا القرار. الحاله الان هي انه اللاعب لم يكن في مشاجرة أو في عتاب مع الحكم ديال المباراة، جبران كان بعيد كل البعد على حكم المباراة، والحالة ما عندها علاقة بالحكم. بالتالي فلو أننا لو كانت يعني حالة مباشرة ما بين اللاعب والحكم ما كناش شفنا أشياء أخرى، شفنا يعني رد فعل ديال الحكم بوسيبل ديال اللاعبين الآخرين ولا هذا. شكرا توفيق، نتمنى نشوفك معنا مرة أخرى في بلاطو تيليماروك. شكرا العلوي معنا مرة أخرى، ونتمنى نعاود نشوفوك، ونتمنى الحسنية، ونتمنى أيضا للطاسي اللي كان مزيان ينتصر. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم كليسه رياضيه، نتلقى معكم غدا ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناه مع مواضيع جديده وضيوف جدد، الى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج اطيب المنى، الى اللقاء.